18 شوط في الفترة المسائية، أول 10 منها سيارات. عموما بانتظار انطلاقة الشوط الأول الرئيسي، وهكذا مشاهدين الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق أيها الأعزاء هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإنتاج، ونتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين وطيب المشاهدة والمتعة للسادة المشاهدين والمستمعين. تنطلق هذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، وبجهود اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. نتجه أيها الأعزاء لنتعرف على المقدمة، مقدمة الشوط جمايل لمحمد بن علي بن هوبش المري على المقدمة، تليها على المركز الثاني انتباه عند بن قحيز سالم بن محمد بن بخيت على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث تتقدم شواهين خالد بن محمد آل الشيخ الكواري على المركز الثاني، حصل دخول عليها من نجود لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم، تتسلل إلى المركز الثالث في هذه الأثناء. بينما المركز الخامس ومن تتقدم في هذه الأثناء تصل وتتسلل مهذاب محمد بن علي الشراب بن قرح. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول، في هذا الشوط القمة، أقوى أشواط الحقائق الإنتاج في صباح هذا اليوم. لمن ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي، المقدمة هناك انجود والجود من الماجود ينجود، محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل مع المركز الأول مع صدارة الشوط. الله يا سلام يا سلام، حصل دخول، تغيرت الصدارة، مهذاب خطفت المقدمة. محمد بن علي الشراب مع المركز الأول يقدم لنا مهذاب في هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط الحقائق اليوم مع مهذاب. حتى هذه اللحظة وصل الجمايل لمحمد بن علي بن هوبش مع المركز الثاني. الله يا سلام يا سلام، ولكن حصل دخول وتقدم أيضا من قبل سحابة حمد بن صالح بن حمد بوشريدة مع المركز الثالث في هذه الأثناء. وين راعية السيارة؟ مهذاب حاصلة على سيارة في السباق الماضي في المحلي الثالث، رصيدها مليء بالإنجازات مهذاب. الله، بوشريدة 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 يقدم لنا سحابة من سحبت هذا الشوط الأول الرئيسي. سحابة طارت من المركز الأول، سحابة لحمد بن صالح بوشريدة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. مهذاب مع المركز الثاني، بن جرحب قادم مع ربشة، فهد بن محمد بن علي بن جرحب مع المركز الثالث في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى شعار بوشريدة، صالح بن حمد بوشريدة يقدم لنا سحابة، أو حمد بن صالح بوشريدة سحابة مع الشوط الأول الرئيسي. سحابة بوشريدة حتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات بدون أي أوامر، سحابة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. سحابة مع المركز الأول. هنا ربشة فهد بن محمد بن علي بن جرحب، الشوط الأول الرئيسي سحابة. حرك يا بوشريدة، حرك يا بوشريدة، اللحظات الحاسمة، الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. الله، سحب الشوط بوشريدة، سحب هذا الشوط الرئيسي. مهذاب عادت راعية السيارة، وربشت من جرحب، ربشت من جرحب مع المركز الثاني. بوشريدة الشراب يصل، يسلم، وصلت الغزيل عبد المحسن بن زيد الشراب، ولكن بوشريدة شرد بالشوط الأول الرئيسي. طار به بوشريدة ليهديه إلى محبين هذا الشعار. سلام يا سحابة سلام، سلام يا سحابة سلام، تهانينا والناموس لصالح بن حمد بوشريدة ولحمد بن صالح بوشريدة. المركز الثاني وصلت فيه الغزيل عبد المحسن بن زيد الشراب. المركز الثالث وصلت ربشة
فهد بن محمد بن جرحب. المركز الرابع، المركز الرابع مهذاب لمحمد بن علي الشراب. المركز الخامس، الحصينية لحمد بن صالح بن سالم القوز. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، وسحابة تختطف وتنتزع الشوط الأول الرئيسي، شوط إنتاج يذهب في صباح هذا اليوم إلى عزبة بوشريدة وحمد بن صالح بوشريدة. تهانينا والناموس. توقيت الزمني 4:35، جزئين من الثانية. التهاني والناموس لحمد بن صالح بوشريدة ولصالح بن حمد بوشريدة. المركز الثاني، وصلة الغزين قطعت المسافة في 4:35، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد المحسن بن زيد الشراب. المركز الثالث، وصلت فيه ربشة قطعت المسافة في 4:35، 86 جزء من الثانية. تهانينا لفهد بن محمد بن علي بن جرحب. تهانينا والناموس لجميع المشاركين. شوط جديد وأنقل